معقول وصل يعني بالمسؤولين في مصر ان هم يعني يستهينوا بارواح الجنود والضباط بالشكل ده؟ اسئله كتيره جدا الحقيقه من حق كل مصري يسالها، سواء يعني اهل هؤلاء الجنود والضباط او حتى اي مصري بشكل عام من حقه يسال الاسئله دي، اسئله كتيره من حق كل مصري يسالها، كل مصري بيحب بلده، لكن للاسف مش تلاقي اجابه عليها غير اللي بيرددوا او بيرددوا بغبغوات الاعلام اللي بتقول ثق في القياده وفي الابطال وما تسمعش للشائعات. خلينا نشوف واحد منهم بيقول ايه. نتعامل بمنتهى المسؤوليه. احنا بنتكلم هنا عن مصر وعن عارفين في حاجات خبيثه على مدار الساعات الماضيه، وعارفين اللي وراها، وعارفين الاهداف من نشر مثل هذه الصور او حتى الفيديوهات، حكوا اكيد عارفين الرساله. كن على ثقه تماما في بلدك، في قيادتك، في جيشك، في ابطالك. يعني انا عايز اسالك سؤال، انا دلوقتي الفيديوهات شفتها فيها بني ادمين حقيقيين اسمائهم معروفه، فيهم ضابط محترم راجل طلع قال انا المسؤول عن الناس دي، كلمني عنهم انا المسؤول. يعني هل الفيديوهات والصور دي شائعات؟ هل وكالات الاعلام اللي شغاله بتنقل كل الاخبار دي كلها في نظرك شائعات؟ طب انا لو اعتبرت الشخص ده يعني هو عادي بيكذب كما يتنفس، طيب خلينا نشوف واحد تاني من هؤلاء ساب قصه الجنود اللي على حياتهم على المحك دلوقتي خالص، وبيتكلم على ان الدرس المستفاد من اللي بيحصل في السودان ان احنا عندنا جيش واحد وقياده واحده. خلينا نشوف الدرس النهارده اللي انت بتتعلمه من السودان، انه ما ينفعش يبقى عندك حرس ثوري مثلا، عندك ميليشيات مش عارف ايه، عندك قوه لا هو جيش واحد، لا هو وزير دفاع واحد، لا هو قائد اعلى للقوات المسلحه واحد. فما حدث اليوم في السودان بيقول لك خطوره ان انت يبقى عندك بصرف النظر عن التفاصيل والناس دي جت منين والناس دي اتولدت فين وحكايه دارفور وحكايه دوغلو وحكايه البرهان وحكايه البشير، بصرف النظر عن الموزاييك السوداني انت النهارده بترى نتيجه انه يبقى الدوله فيها اكثر من قوه عسكريه. بيقول لك العساكر على اشكالها تقع، وفي السودان احيانا العساكر على بعضها تقع. السؤال بقى يعني بتكلم عن مسألة الجيش الواحد والقيادة الواحدة، أنا عايز أقول لك وفاجئك بأن اللي حصل في السودان بيتكرر في مصر دلوقتي. يعني اللي حصل أن كان نظام البشير بيواجه تمرد مسلح مش قادر يواجهه بالجيش النظامي، فجاب قوات قبلية سلحهم وخلاهم يدخلوا عشان يحاربوا حرب عصابات علشان يقدروا أن هم يقوموا بالمهمة اللي الجيش فشل فيها. ارجع وبص بصة تاني مرة تانية على اللي بيحصل في سيناء، قوات القبائل اللي في سيناء اللي تم تسليحها وتم وضعها هناك، عشان تعرف ان المنهج الواحد بيتكرر. لكن للاسف في دوله ما خرجت القوات دي عن السيطره وحجمها بقى اصبح اكبر من المتاح، وفي دوله اخرى ما زال الوضع تحت السيطره. لكن السؤال فين هو الجيش الواحد؟ فين القياده الواحده؟ من المهانه انا معاك، ان فين بقى حضرتك من اللي بيحصل؟ فين من قتل احد الجنود واذلال الباقي؟ والسؤال هل السودان يعني الجيش الواحد ده المفترض ان هو لما يبعت قوات عشان تدرب ولا عشان تروح قاعده عسكريه تروح السودان، ولا في دوله اخرى بتمنع عننا يعني المياه اللي هي شريان الحياه وبتتعامل بصدف وبتتعامل بشكل يعني وكان محدش هاممها، وبتطلع تطلع تصريحات تقول احنا مش هناخد اذن من حد ولا يهمنا اي حد، زي الخبر ده بيقول لا نحتاج لإذن أحد لبدء الملء الرابع. والحقيقة يعني زمان قالوا اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطنه، لكن للأسف لا لينا ظهر، وللأسف يعني إيه القوات المسلحة قال المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية إن أديس أبابا لا تحتاج أخذ الإذن من أحد. وطبعا ده مشهد مؤسف جدا، يقول لك إزاي لما بتختلط الأوراق بتفشل كل الملفات. يعني خلاصة المشهد المهين ده إنه نتيجة حكم الفرد الواحد، شخص واحد يحكم بقوة السلاح بدون ديمقراطية وبدون خوف من المحاسبة من الشعب، بياخد قرارات يموت بها أفراد، بياخد قرارات محدش بيحاسبه عليها، ليه حسابات أخرى، بيطلع في الإعلام يقول كلام ولكن لما تطلع تسريبات تكتشف بأن الوضع مختلف، وأن يعني ما تحت السواهي دواهي. هو ده فعلا اللي بيخلي الأمن القومي يروح في مهب الريح. لكن بتكون القوة الحقيقية مش أنك تروح تعمل بقى يعني فعلا تقف في موقف زي موقف منع المية مثلا أو موقف إنقاذ الأرواح الجنود، بتكون المواقف مواقف بس
يعني عبارة عن مسلسلات، ما تقلقوش عندنا مسلسلات كتيبة 101 لاختيار هي اللي هتجيب حقنا في الجزء الثاني في رمضان.